استاذ عبد المجيد ابو العيلة، باحث مساعد مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه بالاهرام. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. استاذ عبد المجيد، يعني احنا لاحظنا من كام يوم كده لما كان جاويش اوغلو وزير الدفاع التركي في زياره مفاجئه لليبيا لم يخطر حتى وزير دفاعها، وراح قال تصريح اعجب من الفعل، قال ان القوات التركيه مش قوات اجنبيه على ارض ليبيا. مش عارف يعني، عايز اعرف تعليقك، اكيد يعني لفت نظرك هذا التصريح. يعني طبعا هو كان في زياره وفد تركي الى ليبيا طبعا، وكان وزير الدفاع التركي خالوسي اكار طبعا خلال اجتماعه مع مجموعه من الجنود الاتراك، هو كان قال انه الوجود التركي في ليبيا ليس وجود قوات اجنبيه، وانه ده بيستند الى اتفاقيات ثنائيه. وهنا طبعا هو بيحاول يستبق مؤتمر برلين اللي هيتم يوم 23 يونيو القادم، لانه المؤتمر يعني احد اهدافه الرئيسيه هي فكره تفكيك الميليشيات، هي فكره نزع السلاح، هي فكره خروج القوات الاجنبيه، يعني التأكيد على سيادة واستقلال ليبيا. فهو بيحاول ان هو يستبق ده، وان هو يحاول انه يقول انه وجوده في ليبيا له اساس شرعي ما يعني، وان هو طبعا خلوصي اكار، عفوا انا قلت جاويش اوغلو، هو بيستند للاتفاقيات اللي هم عملوها هو والحكومة المقالة اللي رفضها كل الليبيين. لكن عايز اعرف من حضرتك، بتتصور اجتماع برلين الاسبوع القادم بعد ما تكون الحكومة الليبية تولت بالفعل كل المقدرات المنتظرة من انها تبتدي تشتغل على الملفات، ايه المتوقع من هذا الاجتماع؟ سيسفر عن ايه؟ مش هيناقش ايه؟ طيب هو يعني طبعا مؤتمر برلين 2 اللي دعت ليه وزارة الخارجية الألمانية، حضوره هم نفس الدول والمنظمات اللي كانت حضرت مؤتمر برلين 1. ايوه المتوقع انه طبعا يعني هو احنا يعني احنا قلنا هو هيناقش ايه، المتوقع ان هو طبعا اهم حاجه انه يتم عقد الانتخابات في موعدها ديسمبر. ده يعني ده تحدي مهم طبعا، في بعض القوى اللي بتحاول عرقله ده طبعا، لانه لما نتكلم انه في ديسمبر في انتخابات تشريعيه وفي انتخابات رئاسيه، اذا ليبيا بتبدا مرحله جديده، مرحله استقرار، مرحله مؤسسات، يجي بعدها اعاده الاعمار، يجي بعدها اعاده البناء. دي مرحله مهمه. احد الملفات الشائكه الثانيه هي ملف الميليشيات، ويمكن ليبيا تعرضت يعني لما اطلقت عليه بعض وسائل الاعلام والمراكز البحثيه محاولات تركيه لثوران ليبيا ونقل بعض المرتزقه. هل بتتوقع يعني ان اجتماع برلين الاسبوع القادم، برلين 2 حول ليبيا، يعني هيتعهد بان الدول اللي موجوده الاتحاد الاوروبي والدول المشاركه يعني تفرض هذا الامر بالقوه، او هتزق في هذا الاتجاه ان تخرج الميليشيات والمرتزقه من ليبيا كلها؟ هو يعني فرض بالقوه، لا ده طبعا يعني ده مش متوقع، لانه يعني حضرتك اكيد عارف انه في بعض القوى اللي هتحضر المؤتمر اللي ليها مصلحه انه القوات ما تخرجش. تمام. يعني تركيا نفسها احد اعضاء مؤتمر برلين، تمام، مصلحتها انه قواتها تخرج، لكن ده تحدي صعب، خاصه انه كمان المؤتمر في البند الثالث ليه بيحاول يناقش توحيد القوات الامنيه والعسكريه الليبيه. تمام. وده برضه تحدي صعب. اشكرك جدا استاذ عبد المجيد ابو العيلة، الباحث المساعد مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه بالاهرام، وده مركز الحقيقه من اعظم مراكز البحثيه في مصر سياسيا واستراتيجيا، وخرج لنا اجيال الحقيقه من الباحثه الرائعين في مجالات السياسه والتخطيط الاستراتيجي.